انا فقط غادي نلبي طلب اغلبيه الاصدقاء اللي ضرهم خاطرهم عليا واللي عزازين عليا بزاف واللي ضرهم بصح خاطرهم من هذه الافتراءات وهذا التطاول عليا الغلط الكبير اللي درت انا في حياتي ماشي هو داكشي اللي كدعي به هاد السيده الغلط هو التسرع ديالي ملي تزوج بانسانه ما كنعرفهاش مزيان عايشه في الخارج وما غاديش نعاود لكم شنو اكتشفتها كدير لانني ما كنبغيش نهضر في اعراض الناس نهائيا ونطيح المستوى ديالي والانسان ديما الا بغيت تزوج خاصو فعلا يعرف الانسان اللي غيرتبط به ماشي غير يجي وهذا هو الغلط الفادح اللي, اللي ارتكبته المهم مور اربع ايام من هذا الزواج هذا ربي ما بغاش يخليني في الضلال وكتشف شي حقائق خطيره وخايبه وهي اللي خلاتني نحبس علاقتي معها مده عامين دابا ورجعت لبرا وحتى لهذا النهار هذا ما عمرني شفتها انا درت الاجراءات القانونيه ديالي العاديه باش نمسح التجربه من حياتي لانه اكتشفتها في الاول حمد ربي وشكرته وديما كتقولها الوالده كتقول لي يا ربي بغاك الخير لانه اكتشفتها في الاول ديالها الحمد لله انا عايش مزيان وفي سعاده من احسن ما يكون مع انسانه خلوق وطيبه الزوجه ديالي سحر وحياتي العمليه تبارك الله الحمد لله مزيانه وهذا الشيء اللي كيخلي كي بحال الناس ما ملي كيشوفوا شي انسان ناجح عاد كيزيدوا يحقدوا عليه لانه حياتهم كلها اساءه الناس وكيحاولوا التخريب ديال الجو ديال السعاده ديال الناس وما كيعجبهمش النجاح ديال الناس دونك كيلتجؤوا لطرق دنيئه وخبيثه وتحايلات خايبه ومراوغات حيت الله ما مسهلش عليهم وعمرو ما يسهل على انسان قلبه خايب ومخليهم ديما فاشلين في علاقتهم والهم الوحيد ديال حياتهم هو الضرر بالاخرين الله يستر والله يحفظ إذا كانت هذه السيده نيت كيف كتقول عندها عندها الحق وانا اللي غلط وانا اللي غلط فيها وانا اللي درت لها علاش ما تمشيش للقانون علاش دير هاد كلها في راسها وتلتج لها الطرق هذه ولكن دابا انا اللي غادي نمشي للقانون وانا اللي غادي ندعيها لانه تعرضت لي بالسب والشتم وسبت عائلتي وسبت السمعه ديالي وجاب لها الله راه غادي تخسرها وغالطه واحد الغلط فادح لانه كلشي كيعرف القيمة ديالي والقدر ديالي والسمعة ديالي الحمد لله ما غاديش نهضرون من على راسي المهم ربي رافق كل شيء هو اللي غيجازي ويخلص كل واحد على على نيته وكل حقود وماكر وخبيث راه ربي هو اللي غيجازيه